بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 28. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم الكلام على الإيمان بالقدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، وذلك بأن تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، ليس هناك شيء في هذا الكون إلا وهو مقدر ومخلوق لله عز وجل ومراد لله بالإرادة الكونية العامة والمشيئة الشاملة، وأن الله على كل شيء قدير من الموجودات التي خلقت وحصلت ومن المعدومات التي لم تخلق بعد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، ولا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح، لأن أركان الإيمان ستة، من جحد واحدا منها لم يكن مؤمنا. فمن جحد وجود الملائكة أو الرسل أو واحدا من الملائكة أو الرسل فإنه كافر بالإجماع، كذلك من جحد الكتب أو واحدا منها فإنه كافر بالإجماع، كذلك من جحد البعث فإنه كافر، وكذلك من جحد القدر إنه كافر، لأن الأركان الستة لا بد من الإيمان بها جميعا. فجاحد القدر كجاحد الرسل أو الملائكة أو اليوم الآخر، لا تفاوت بين هذه الأركان الستة، فجحد واحد منها جحد للجميع، والكفر بواحد منها كفر بالجميع. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا بد من الإيمان بالجميع. وقد سبق أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات لا بد من الإيمان بها جميعا. الدرجة الأولى علم الله بالأشياء كلها، ما كان وما لم يكن، في الأزل والأبد، في الماضي والحاضر والمستقبل، كله علمه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن الله كتب ما علمه من الكائنات والحوادث التي تجري في هذا الكون، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ اشتمل على كل شيء يحدث ويكون ويوجد إلى أن تقوم الساعة، كله مكتوب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن، فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته، لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة
أن الله خالق كل شيء، فكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، فكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها، طاعاتها وكفرها ومعاصيها، الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن، فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خالق كل شيء، فكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، فكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها، طاعاتها وكفرها ومعاصيها، كلها تدخل في خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقها لحكمة، ما خلقها عبثا، خلق الضار وخلق النافع وخلق الخير وخلق الشر، فهو خلق الشر لا من أجل الشر ولكن من أجل حكمة، أن يوجد المتضادات فتعرف قدرة الله عز وجل ومشيئته. فالله خلق النور والظلمة، خلق الليل والنهار كلها متضادة، وخلق المرض والشفاء، وخلق الحياة والموت، وخلق الجوع والشبع، وخلق الطاعات والمعاصي، كل المتضادات الله خالقها. الله خالق كل شيء، تناسق هذا الكون، وهذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى، من أجل أن يتميز الخير من الشر والمطيع من العاصي. وخلق الجنة والنار، الجنة دار الطيبين أهل الأعمال الصالحة، والنار دار الخبيثين والأعمال الخبيثة، داران للجزاء، ما خلقهم الله عبثا. هذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها، العلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة والإرادة ثم الخلق والإيجاد. ويتفرع عن القدر السابق، يتفرع عن القدر السابق العام مقادير خاصة، فهناك التقدير العمري بالنسبة لكل فرد، يكتب حين يخلق في بطن أمه وتنفخ فيه الروح الملك أن يكتب أربع كلمات: رزقه وأجله شقي أم سعيد. وهذا من اللوح المحفوظ ومن علم الله جل وعلا، القدر السابق. هذا بالنسبة لكل بني آدم، ما من إنسان إلا وقد كتبت له هذه الأربع حين نفخ الروح فيه. فالنوع الثاني تقدير الحولي،
بالنسبة لعموم الخلق، تقدير الحولي السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، وهو من القدر السابق، ما هو قدر جديد، من القدر السابق مما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، التقدير السنوي في ليلة القدر. ولهذا سماها الله ليلة القدر، لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة. وقال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، في هذه الليلة ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب فيها حوادث السنة تبعا للقدر السابق والقضاء السابق. وهناك تقدير ثالث وهو تقدير يومي، ويكتب على الإنسان ما يجري عليه في يومه من المقادير، هذا التقدير اليومي، دليل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فهذه التقادير الثلاثة هذه مأخوذة من القدر السابق، وهي مقادير تفصيلية، مقادير تفصيلية، وهي لا تخرج عن القدر السابق وعن ما في اللوح المحفوظ. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث صحيح، وهو يبين تقدير ما يكتب على الجنين في بطني في بطن أمه. نعم. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. القدرية الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، وهم المعتزلة القدامى منهم ينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله بالكائنات قبل وجودها، ينفون مرتبة العلم، هؤلاء غلاة القدرية، وهؤلاء كفار، من أنكر علم الله فهو كافر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما متأخر المعتزلة وجمهور المعتزلة فإنهم لا ينفون هذه المرتبة، يؤمنون بعلم الله الأزلي وأنه علم كل شيء، يقرون بها متأخرهم يقرون بها، والذين ينكرونه منهم انقرضوا قبل وقت الشيخ، انقرضوا قبل وقت الشيخ رحمه الله، ولهذا قال ومنكروه اليوم قليل. نعم، يعني وقت الشيخ، ومنكروه اليوم يعني وقت الشيخ. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه المرتبة الثانية تتضمن مرتبتين، مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره. لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر،
ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلموا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. علمنا مما سبق أن الله قدر الأشياء كلها بالمراتب الأربع السابقة، فإذا كان كذلك الله قدر هذه المراتب السابقة من مراتب القدر، فهل بين القدر وبين الشرع تعارض بين الأمر والنهي؟ إذا كان الله قدرها ولا بد من وجود ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهل بينها وبين الشرع وأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، هل بين ذلك تعارض؟ كيف يقدر شيئا ثم يأمر بضده أو ينهى عنه عن ضده، ينهى عنه يأمر بضده أو ينهى عنه، ما دام أن الله قدر الطاعات وقدر المعاصي وقدر الإيمان وقدر الكفر، وأن ما قدره لا بد أن يقع، فكيف يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي ونحن مقدر علينا هذه الأمور؟ هذه مسألة عظيمة جدا ظل فيها كثير من الخلق. فإما أن لا يكون هناك قدر وأن الناس هم الذين يستقلون بأعمالهم، وإما أن يكون هناك قدر وليس هناك تكليف، الناس يعتمدون على القدر السابق. أما أن يكون هناك قدر وتكليف هذا يحتاج إلى تأمل. فالناس انقسموا في هذا الباب والعياذ بالله إلى فرق ضالة، ولم يثبت إلا أهل الإيمان. فأهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بالشرع، وأن الله أمر ونهى، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأنه يثيب المطيعين ويعاقب العصاة، وأنه يحب أهل الإيمان والطاعات ويكره أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض الكفرة ويعاديهم، ولا تنافي بين قضائه وقدره وبين شرعه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه قدر الأشياء أعطى العباد مشيئة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم أسماعا وأبصارا وأعطاهم تمييزا بين الضار والنافع، فهم يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم أو يتركونها باختيارهم وإرادتهم. الله خلق لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وأعطاهم الاختيار بين أن يفعلوا أو لا يفعلوا. فالإنسان يفعل الطاعة باختياره وإرادته ومشيئته، أو يفعل المعصية باختياره وإرادته ومشيئته. الله لا يعاقبهم على القدر السابق ولا يثيبهم على القدر السابق، وإنما يعاقبهم أو يثيبهم على أفعالهم هم، فإن أحسنوا أثابهم وإن أساءوا عاقبهم على أفعالهم، رتب الجزاء على العمل ولم يرتبه على القضاء والقدر، فكل مؤاخذ بعمله، ولا أحد يعذب لأن الله قدر عليه كذا أو ينعم لأن الله قدر له كذا، حتى يفعل هو الطاعة أو يفعل المعصية باختياره، حتى لو أكره لا يؤاخذ لأنه ليس له اختيار، المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، النايم لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، الصغير لا يكلف لأنه ما بعد تم عقله وتمييزه. فدل على أن الثواب والعقاب يتبعان أعمال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفساً
إلا وسعها، ولا يقال إنه يعاقب لأن الله قدر عليه ولو لم يفعل وهو عاجز أو مكره أو زائل العقل، ما يعاقب أبدا، ولا لوم عليه ولا مؤاخذة، ما دام إنه ليس عنده قدرة أو ليس عنده عقل أو ليس عنده اختيار فإنه غير مؤاخذ. فدل على أن الجزاء مرتب على العمل خيرا أو شرا، والعمل هو فعل العبد واختيار العبد، وإن كان الله قد قدره وخلقه سبحانه وتعالى بأن العبد فعله بقدرته، والله هو الذي خلق قدرة العبد وهو الذي خلق اختيار العبد، لكن لما استعمل هذه الأشياء القدرة والاختيار والإرادة استعملها في غير طاعة الله استحق العقوبة، وإذا استعمل هذه الإمكانيات في طاعة الله استحق الثواب. الله أعطاك هذه الإمكانيات، العقل، القدرة، المشيئة، الإرادة، معرفة الضر من النافع، فإن استعملت هذه الأشياء في الطاعة أثابك على ذلك، وإن استعملت هذه الأشياء في المعصية عاقبك على ذلك، لأن هذا تصرفك، هذا تصرفك. ولهذا يقال فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان مطيع أو فلان عاصم، فلان شرب الخمر أو زنى أو سرق، وفلان اعتكف في المسجد أو حج أو اعتمر أو قرأ القرآن أو صام صلى، تسند الأعمال إلى العباد لأنها أفعالهم واختيارهم، فلا حجة للعباد في ذلك. طيب، في مثل قريب جدا، لو واحد جاء وضربك وأوجعك، أما تلوم هذا الضارب أو تطلب الانتقام منه، تطلب القصاص وتحاكمه؟ لماذا؟ لأن هذا فعله، لأن هذا فعله وإجرامه، فأنت تطلب عقوبته على اعتدائه، وراك ما تقول هذا مقدر، وهالإنسان هذا ما فعل إلا شيء مقدر ومكتوب، وفلا لوم عليه، تخليه يقتلك، تخليه يضربك، تخليه يأخذ مالك، تخليه يزني بأهلك، تقول هذا مقدر؟ هذا ما يقوله عاقل أبدا. لماذا تغضب وتغار وتطالب بالجزاء على المجرم الذي أساء إليك إلا لأنك تعلم أن هذا فعله هو واختياره هو وإجرامه هو؟ فلماذا عند هذه الأمور لا تحتج بالقدر بل تحتج بإجرام هذا الشخص وتعديه؟ فهذا دليل واضح على أن هذه الأفعال حسنها وقبيحها هي أفعال المخلوقين واختيار المخلوقين، والله قدرها عليهم سبحانه لحكمة. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن الله قدر الأشياء وكتبها، فقالوا يا رسول الله ألا نتكل على القدر السابق؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب هو العبد، إن كان العبد هذا اختار الطيب والعمل الصالح أعانه الله ويسره لليسرى وهي الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، وإن كان اختار الطريق الثاني وبخل واستغنى وكذب بالحسنى فإن الله يجازيه على ذلك فييسره للعسرى، هو الذي تسبب في هذا. فالله أسند إليه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أسند هذه الأفعال إلى العبد، بخل واستغنى وكذب بالحسنى أسندها إليه ورتب عليها الجزاء. فالحق واضح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين أمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى وبين ثوابه وعقابه، وأن هذا غاية الحكمة الإلهية، ولا ينتظم الكون إلا بهذا، ولا تقوم المصالح إلا بهذا. وخلاف أهل السنة والجماعة طائفتان أو ثلاث طوائف، خلاف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المجوسية، الذين ذهبوا مذهب المجوس وهم القدرية من هذه الأمة، الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه وليس هناك قدر سابق،
أثبتوا فعل العبد ونفوا القدر لئلا يلزم التناقض بزعمهم، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك سموا بالمجوس، لأن المجوس ظنوا تعدد الخالق، قالوا الخير له خالق وهو النور، والشر له خالق وهو الظلمة، فأثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين، وقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أشركوا في الخلق مع الله عز وجل، وزعموا أن الخلق يخلقون أفعالهم، وهناك خالقين مع الله جل وعلا. هؤلاء هم المعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم لفظ القدرية. إذا أطلق القدرية فيراد بهم هؤلاء الذين أثبتوا أفعال العباد ونفوا القدر، وزعموا أن العبد يفعل ما يشاء استقلالا، وليس لله تدخل بقدره وقضائه في أعماله. وغلاتهم كما سبق ينكرون العلم أيضا، يقولون إن الله لم يعلمها قبل وجودها. أما متأخروهم فيقولون لا، الله يعلمها لكنه لم يقدرها. هؤلاء القدرية ويسمون مجوس هذه الأمة. وجه التسمية عرفتموه. الطائفة الثانية المجبرة الجبرية من الجهمية وغيرهم، الذين قالوا أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد. أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، قالوا العباد ما يفعلون باختيارهم، وإنما هم يحركون كما تحرك الآلة، أو كما تحرك الهواء الشجرة، أو الريشة في النافذة، أو الإنسان كالميت مع غاسله يقلبه بغير اختياره، فالناس ليس لهم اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، وإنما هالأفعال التي تحصل هذه أفعال الله، وهؤلاء يحركون بها مثل الآلات التي تحرك بغير اختيارها، وذلك من أجل دفع التناقض بزعمهم، فهم على العكس مع القدرية. القدرية غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله السابق، وهؤلاء غلوا في إثبات قدر الله السابق ونفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد لا يصدر منهم أفعال باختيارهم ولا بإرادتهم ولا بمشيئتهم، وإنما هم مضطرون إليها ومجبرون عليها، فلذلك سموا بالجبرية. الطائفة الثالثة من أهل الضلال أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الشرع والأمر والنهي، ولكنهم قالوا إن بينها تناقض. قالوا صحيح هناك قضاء وقدر، وصحيح إن هناك أمر ونهي وشرع وثواب وعقاب، ولكن بينها تناقض، ولكن بينها تناقض. وهؤلاء يسمون بالإبليسية على مذهب إبليس الذي خاصم ربه عز وجل لما أمره بالسجود لآدم ولم يمتثل، وخاصم ربه أسجد لمن خلقت طينا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ، زعموا أن هذا تناقض من الله عز وجل، زعم الشيطان أن هذا تناقض من الرب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، يقول إن المخالفين في القدر ثلاث طوائف: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوس هم المعتزلة، والمشركية هم الجبرية، فإن المشركين من قبل قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا في سورة الأنعام. في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم جبرية، جبرية مشركية. وقالوا في سورة قال الله عنهم في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وفي سورة الأنعام قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي سورة النحل كذلك فعل الذين من قبلهم
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لو كان إن الله أجبر العباد على الكفر والشرك لماذا يرسل الرسل؟ لماذا يرسل الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإرسال الله للرسل دليل على أنه لا تناقض بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه هي الطوائف الضالة في القدر، طائفة غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله، وطائفة غلوا في إثبات القدر ونفوا أفعال العباد، وطائفة أثبتوا الاثنين وزعموا التناقض بينهما. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فأثبتوا الاثنين ونفوا التناقض بين قضاء الله وقدره وبين دينه وشرعه على ضوء الكتاب والسنة. فالله أخبر أنه قدر الأشياء، وأخبر أنه أمر ونهى، وأخبر أنه يحب الطاعة ويكره المعصية، فدل على عدم التناقض بين ذلك، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول واحد. اقرأ ومع ذلك فقد أمر العباد. ومع ذلك يعني مع كونه قدر الأشياء بالمراتب الأربع السابقة فلا تناقض بين قدره وبين شرعه كما زعم ذلك من زعم من هذه الطوائف. نعم. فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، مع أنه قدر الخير والشر، ومع ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسله، فدل على أنه ما في تناقض. نعم. فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. وليس معنى أنه إذا قدر الكفر والمعاصي أنه يحب ذلك، بل يقدره وهو يبغضه سبحانه وتعالى، ولكن يقدره لما يترتب عليه من الحكمة الإلهية. الله خلق إبليس وهو عدوه وكافر بالله عز وجل، لكن خلقه للابتلاء والامتحان، من أجل أن يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الطاعات. فبوجود إبليس وأتباعه وأعوانه يتميز المؤمن من الكافر، وإلا لو كان الأمر سواء ما تميز هذا من هذا، لا يتميز الأشياء إلا بوجود المتضادات والدواعي، الدواعي إلى الخير والدواعي إلى الشر، ليظهر من يطيع الرب سبحانه وتعالى ومن يعصي الرب. ما يتم هذا إلا بوجود هذه المتضادات وهذه المتناقضات، ولا يتميز المؤمن من الكافر والمحب لله من العاصي والمبغض لله إلا بهذا الأمر، بوجود هذه الأشياء. نعم. ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا لا يأمر بها شرعا لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالطاعة، وإن كان أمر بها كونا وقدرا لكنه شرعا لا يأمر بها. ولهذا لما قال المشركون لما طافوا بالبيت عرات، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراتا ويدينون لله بهذا ويتقربون إلى الله بالعري، ويقولون الله أمرنا بهذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، سمى الله العري فاحشة، ورد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالعري لأنه فحشة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ما هو دليلكم على أن الله أمر بذلك؟ عندكم كتاب من الله عز وجل؟ عندكم وحي؟ ما دليلكم على يعني كونكم تقولون على الله بلا علم أن الله حرم هذا وأحل هذا؟ لا يجوز. ثم بيّن سبحانه وتعالى الأشياء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، وقبلها يقول قل من حرم زينة الله، اللي هو ستر العورة واللباس، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه ما حرمها الله، هذه أباحها الله. وقبلها يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر، استروا عوراتكم عند كل صلاة، سمى الستر زينة، وسمى كشف العورة فحشاً،
ودعاة التحضر اليوم على مذهب هؤلاء المشركين، يدعون إلى السفور وإلى العري ويقولون هذا تقدم، هذا حضارة، هذا عليه الدول المتقدمة والمتحضرة والمتمدنة، أما هذا الستر وهذا الحجاب هذه تقاليد بالية، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بأولئك. وهذا أصله من الشيطان، هو الذي يزين للناس كشف عوراتهم، هو الذي حاول مع آدم عليه السلام وحواء حتى حصل وأن وقع عليهم السلام في الخطيئة، ثم تاب ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أو قصده كشف العورات من قديم الزمان وهو يحاول مع بني آدم. كشف العورات هذا فيه شرور كثيرة، فيه فواحش، فيه فسوق ومعاصي، ولذلك تجدونه دائما أهل الشر وأعوان الشيطان يدعون إلى السفور ويدعون إلى هتك الحجاب ليتوصلوا إلى شهواتهم وأغراضهم وإفساد الناس. نعم، تجدون أهل الصلاح والمصلحين وأهل الخير يدعون إلى الحجاب ويدعون إلى الستر، لأن فيه الخير وفيه الصيانة وفيه الحشمة وفيه حفظ الكرامة وحفظ الأعراض. نعم. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى هو وإن قدر الكفر، لا تلازم بين التقدير والرضا، يقدر ما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى، يقدر الطاعة وهو يحبها ويقدر المعصية وهو يبغضها، وتقديره لهما لحكمة عظيمة ليتميز أهل الإيمان وأهل الصدق من أهل الكفر وأهل النفاق، يتبين أتباع الرسل من أضداد الرسل الذين يتبعون الشهوات. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. لو ما كان في الأرض كفر وإيمان صار الناس كلهم مؤمنين، لم يتميز بوجود الضد، ومن يختار هذا أو يختار هذا. نعم. وجود دعاة الضلال لحكمة من الله، الله قادر على أن يهلكها، الله قادر على أن يهلك دعاة الضلال ودعاة الكفر في لحظة واحدة، لكن في بقائهم حكمة ومصالح من أجل يتميز من يطيعهم ومن يعصيهم، ما يتميز المؤمن الصادق إلا بهذا. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. المسلمون حصل عليهم نصر وحصل عليهم هزائم، لو كان المسألة نصر دائم كان كل الناس يسلمون وكل الناس يدخلون في الإسلام، لو كان الإسلام دائما غنى وثروة وخيرات دخل الناس كلهم في الإسلام، لكن لما يكون هناك قتال وجهاد وقتل وهزائم في بعض الأحيان على المسلمين ونكبات صار يتميز المنافق من المؤمن الصادق، المؤمن يثبت عند الهزات والزعازع ولا يتزعزع إيمانه، وأما المنافق فهو يتبين نفاقه ويتكلم أو يفعل عند ما يحصل شيء من هذه الهزات التي تصيب المسلمين، كما تعلمون في وقعة الأحزاب ماذا حصل من التميز بين المؤمنين والكفار، الكفار المنافقون الذين كانوا في وقت الرخاء مع المسلمين ويدعون ويهمرعون بالتورع ويصلون ويصومون، لكن يوم جاء الابتلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أما أهل الإيمان لما جاءت هذه الهزة العظيمة ما زادهم إلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فلولا وجود هذه الأشياء المكروهة لما تميز هذا من هذا، لو كان الأمر كله محبوب كله حلو كله طيب ما تميز الصادق من الكاذب، فالله يميز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا قاله الله بعد سياق قصة أحد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فلا يميز هذا من هذا إلا الحوادث وحدوث المكاره والشدائد التي لا يثبت عليها إلا أهل الإيمان الصادق. نعم. لما قالوا لأبي بكر في مكة إن صاحبك يزعم أنه راح بالليل البيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء بليلة واحدة، قال رضي الله عنه إن كان
قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذه القضية أو نحو من هذا الكلام، إيمان راسخ ما في تزعزع، إن كان قاله فهو كما قال. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر. لا تناقض بين كون الفعل فعل العبد والله هو الذي خلقه. الله أعطى العبد قدرة وإرادة ومشيئة ومكنه من الفعل، أدوات الفعل كلها موجودة عنده متوفرة، وقدر له أن يفعل هذا الشيء، فالله هو الذي خلق هذا الشيء، ولكن العبد هو الذي فعل هذا الشيء وباشرة باختياره. مثلا شيخ الإسلام في بعض كتبه مثل بمثال، قال لو جئنا بثمرة شجرة، ثمرة شجرة مثلا تمر، جئنا بتمر فإننا نقول هذا التمر من هذه النخلة وهو خلق الله، التمر خلق الله وهو ثمر ماذا؟ ثمر إيش؟ ثمر النخلة. كذلك عمل العبد هو خلق الله وهو فعل العبد. هل فيه تناقض بين كون التمر خلق الله وكون ثمر النخلة؟ ما فيه تناقض، ما فيه تناقض، هو ثمر النخلة وهو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر. نعم. والبر والفاجر، والمصلي والصائم. العبد هو المؤمن والكافر، يعني يسمى مؤمن ويسمى كافرا، وإن كان الله هو الذي قدر الكفر والإيمان، لكن من جهة الفعل والكسب والاختيار فهو من قبل العبد. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم. نعم. وأما الذي ليس له قدرة هذا لا يؤاخذ، هذا عاجز، هذا عاجز لا يؤاخذه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اللي ما عنده قدرة ما يؤاخذ. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، ولهم إرادة يفعل، ما هم مجانين، ليسوا مجانين، عندهم إرادة أرادوها. لو تقول واحد وين تروح؟ قال بروح أصلي، عنده إرادة ولا لا؟ أبروح أشتري سيارة، عنده إرادة، أراد أنه يشتري سيارة، ما يقول والله أنا ما أدري وين رايح، أنا مسير ما أدري وين بروح ولا أدري وش أفعل. لو يقول كذا قلنا أنا مجنون امسكوه، لكن يصرح يقول أنا رايح أبشري سيارة، أنا رايح أبصلي، أو على العكس يقول أنا رايح والعياذ بالله يبي يشرب خمر ولا يبي يزني، فهو يصرح بإرادته. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم خلق الله فيهم الإرادة والمشيئة والقصد، وأعطاهم القدرة، خلق فيهم القدرة، أعطاهم إمكانيات، فيتوقف الأمر على استعمال الإنسان لهذه الإمكانيات بماذا يستعملها. الإنسان يعطى دراهم مثلا، يعطيه أبوه دراهم يطلع بها الدراهم، الإنسان يعطى دراهم مثلا يعطيه أبوه دراهم يطلع بها الدراهم، يما يشربه خمر ولا يشربه مصحف، أليس كذلك؟ يما يتصدق بها ولا يزني بها، أليس كذلك؟ فهو تصرف بها الدراهم، هذه هو اللي تصرف، دراهم هي الدراهم، ولكن الكلام على تصرفها، إما أن يتصرف فيها تصرفا حسنا أو يتصرف فيها تصرفا سيئا. يكون مع المؤمن سلاح، إما أن يجاهد به في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وإما أن يقطع به الطريق على المسلمين يتلصص ويقتل المسلمين، هو سلاح، لكن تصرفه فيه هو الذي يحدد الحسن أو القبح. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعباد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى الخير، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية، رد على الجبرية، حيث إن الجبرية لا يثبتون للعباد مشيئة، وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين لا يثبتون لله مشيئة ولا قدر، ففيها رد على الطائفتين، وفيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر وإثبات مشيئة العبد.
وقال تشاؤون، أسند المشيئة إليه فهي فعلهم وكسبهم. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. القدرية يعني المعتزلة، هذه الدرجة التي هي أفعال العباد يكذب بها القدرية اللي هم الجبرية، فلا يثبتون للعباد أفعالا. وكذلك يكذب بها القدرية النفاة، فلا يثبتون لله قدرة ولا إرادة. نعم. فكلاهما يكذب بهذه الدرجة، درجة الأفعال والخلق والإيجاد. ظل فيها طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة القدرية، تناقضوا فيها. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم، ورد في بعض الأحاديث تسميتهم مجوس هذه الأمة، ووجه ذلك أنهم أثبتوا خالقين مع الله، كما أن المجوس زعموا التعدد في الخالق. نعم. وأن الشر له خالق وأن الخير له خالق. نعم. فيغلو فيها قوم من أهل الإثبات. هذولا الجبرية. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يعني في هذه الدرجة، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني ما دام أن الناس مجبورين ما في حكمة لله ولا مصالح للعباد. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان. بقي كثير. طيب، نعطي كلمة مجملة عن قضية أصحاب الكبائر. الكبيرة الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، فالكبيرة ضابطها هي ما رتب عليه حد في الدنيا، ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد الزاني وجلد شارب الخمر، فما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، قتل القاتل هذا حد عقوبة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة، ما عليه حد في الدنيا ولكن عليه وعيد في الآخرة، هذا أيضا كبيرة. مثل أكل الربا، أكل الربا ما في حد لكن فيه وعيد، فأولئك أصحاب، ومن عادى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكل الربا ما في حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة. الكذب، الغيبة، النميمة، هذه ما فيها حدود لكن فيها وعيد في الآخرة على النمام وعلى المغتاب وعلى المفسد بين الناس بالكلام، الكذابين، المتكبر، الكبر ما عليه وعيد في الدنيا، ما عليه حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة، المسبل، الإسبال ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخرة. إذن كل ما عليه وعيد في الآخرة فإنه يكون من الكبائر، أو ختم بلعنة، الجرائم التي لعن عليها هذه كبائر، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هذه كبائر، لعن الله الراشية والمرتشي، ملعون من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذه كلها مختومة باللعن، فهي كبائر، كبائر من كبائر الذنوب. أما الذنوب التي نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدخل حدر هذه الضوابط، ليس عليها حد في الدنيا ولم يرتب عليها وعيد في الآخرة ولم تختب بلعنة أو غضب أو نار، ولكن الله نهى عنها، الرسول نهى عنها، هذه صغائر، هذه تسمى بالذنوب الصغائر. الذنوب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للوعيد، لكنه لا يخرج بها من الإسلام ولا يحكم عليه بها في الكفر، وإنما يحكم عليه بالفسق والعصيان، يقال هو فاسق، هو فاجر، لكن لا يحكم عليه بالكفر ولا يخرج من الملة بفعل الكبيرة، إلا كبيرة الشرك والكفر، هذه تخرج من الملة،
لكنها تنقص الإيمان بحيث لا قد لا يبقى مع الإنسان من الإيمان إلا مثقال حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فهم لا يعطونه مطلق الإيمان المطلق، وإنما يعطونه مطلق الإيمان، يقال معه إيمان، إيمان ولو كان قليلا، لكن ما يقال هو مؤمن أو هو المؤمن، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل، فلا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه، هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، والإرجاء والتأخير. والطائفة الثانية ضدها وهم الخوارج، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام، والمعتزلة يقولون هو خارج أيضا من الإسلام كما تقوله الخوارج، لكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين. هذا ملخص ضابط الكبيرة وملخص مذاهب الناس في صاحب الكبيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من درة بيضاء اكتساه من ياقوتة حمراء؟ المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، مرادفة. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لا فرق بينهما. نعم، آخر السؤال. وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من درة بيضاء دفتاه، يعني اللوح المحفوظ. الله أعلم، يحتاج إلى وقوف على الأثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام أهل العلم. فضيلة الشيخ، ما الفائدة من كتابة القدر سنويا ويوميا ما دام موجودا في اللوح المحفوظ؟ هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بهذا. هذا لأجل مصالح العباد، ولا شك أنه من أجل مصالح العباد، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم. فضيلة الشيخ، لم أفهم مذهب الطائفة الإبليسية، تبين لنا. الطائفة الإبليسية الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي والشرع، ويزعمون أن بينها تناقض، أن بينها تناقض. هذا مذهب الطائفة الإبليسية، يثبتون الاثنين ويزعمون أن بينهما تناقض. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة أداهم الله عندما تدعوهم لالتزام تعاليم الدين والبعد عن فعل المحرمات، يقول جوابهم: إنما نحن فيه هو إرادة الله، وإن أراد الله أن نهتدي فسوف يهتد، معتمدين في قولهم هذا على قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية، وأيضاً بأن الإنسان مسير وليس مخير، ترجو من فضيلتكم في ضار ما يجب الرد عليهم به لإقناعهم بما فيه الخير. هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مؤذي وقل لهم: لا تقومون، هذا مقدر عليكم، لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق، ما دام أنهم قدر اجلسوا، وبذلك ينخصمون، ينخصمون تماما، دل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة، وأنهم يستطيعون أنهم يهربون ويستطيعون يكافحون الأشياء الضارة. قل لهم: لا، استسلموا، استسلموا، لا، أنتم مقدر عليكم هذا الشيء، وأنتم مذهبكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أنه يصبر له. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أنه لو لم يكن هناك شر ولا كفر لفسدت الأرض، ومن حكمة الله أن جعل خير وشر في هذه الدنيا؟ ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر، من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر. لو كان ما هناك شر، كل الدنيا خير، ما تميز الصحيح من اللي ما هو صحيح، لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا، ابتلاء وامتحان،
وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر. نعم. فضيلة الشيخ، جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو: اللهم إن كنت كتبتني عندك في اللوح المحفوظ شقي فرشها واكتب سعيد واكتبها سعيد. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد هذا في تفسير ابن كثير في تفسير الآية قوله تعالى: يدعو الله ما يشاء ويكتب. لا شك أن الدعاء له أثر كبير فيه. الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الاختيار سبحانه وله المشيئة، هذا راجع إلى الله عز وجل. وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا شك أنه سبب عظيم إذا تقبله الله. نعم. والله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، إذا وجدت أسبابها وجدت، وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإنسان مخير أو مسير أو كلاهما؟ عرفتم هذا من خلال الشرح، يحتاج أن نكرر: لا هو بالإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مسير ومخير. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يفسر حرف الله بأفعال العباد الطاعات منها والمعاصي بأنها خلق العباد والآلات التي رتبها فيهم مثل الأذن آلة السمع وخلق الطاقات التي يستخدمونها في الطاعة في المعصية؟ هي خلق الله وهي أفعال العباد ولا تنافي عنها، فالله من قبله الخلق والعباد من قبلهم الفعل، والله لا يؤاخذهم على أفعاله هو أو على قدره وقضاه، وإنما يجازيهم على أفعالهم هم وكسبهم هم. نعم. فضيلة الشيخ، من يقول: لو هداني الله فصليت الصلاة وأفعلت الطاعات، فهل يقول هذا من الجبرية أم لا؟ هذا مغالط. تسأل وتقول: هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ إن قال لا فهو كذاب، وإن قال نعم أقدر قل: لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام انك تقدر على الصلاة لماذا لا تصلي؟ إن قال ما أقدر فهو كذاب، وإن قال أقدر انخصم صار متعمد ان ترك الصلاة وهو يقدر عليها. أنت لا تخاطبه إلا بقدرته هو، لا تخاطبه بالقضاء السابق والقدر السابق، خاطبه بقدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فإما أن يكذب وإما أن يصدق ويتناقض. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول إن الشر لا ينسب إلى فعل الله بل ينسب إلى محدودات الله؟ هو من قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق، وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصالح، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من مراتب الإيمان الإيمان بالقدر، أنه مراتب الإيمان بالقدر أنه كتب كل شيء، كل ما يكون في هذا الكون في اللوح المحفوظ، وأن هذا واجب الإيمان به، فما المقصود في قوله تعالى: كل صغير وكبير مستطر نرجو الرضا؟ نفس الشيء، كل صغير وكبير مستطر يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، مستطر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. فضيلة الشيخ، من هم الماتوريدية؟ بعد منصور الماتوريدي مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الأشاعرة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعلم بعض الملائكة ما سوف يحدث في خلال العام وهو ما يسمى بالتقدير السنوي؟ يعلمون ما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من الملائكة أو من رسول الله من البشر، ما يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا الملائكة في قصة آدم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أطلعهم الله عليه علموا، وما لم يطلعهم عليه لا يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي ليس للإنسان فيها إرادة؟ الأمور التي ليس فيها إرادة، الأمور التي المرض مثلا، المرض
الإنسان يمرض وما له إرادة بالمرض، بل هو ما يريد المرض، يهرب منه. الفقر، الجوع، المصائب، هذه ليس للإنسان فيها إرادة، ولكنها تقدر عليه إما عقوبة له وإما تمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي وتكفير لسيئاته، لكن هو ما له فيها اختيار. المرض، الجوع، الخوف، السرقة، يسرق ماله، هذا ما له اختيار ولا قدرة، الله قدره عليه لحكمة. كل المكاره هذه قدره الله عليه لحكمة، وهو مجاز بها أو هو مطهر بها وممحص أو لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم، لا يجري على عبده المؤمن إلا ما فيه خير ومصلحته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.